مفاجأة فجرها النجم أحمد عز لما نفى الخبر زواجه من فتاة شابة اسمها داليا، وأكد عز إن الخبر كذب من أوله لآخره وإنه مشغول جدا بتصوير فيلم أولاد رزق، واتفاجئ بالإشاعة إنها كبرت وبقى ليها تفاصيل زي كتب الكتاب ومكان الفرح واسم العروسة، وكل ده خرافات وأكاذيب مش عارف وصلت للدرجة دي إزاي. تشارك الفنانة هالة صدقي في بطولة فيلم سعيكم مشكور مع عدد من الممثلين الشباب خريج معهد فنون مسرحية ومركز الإبداع لخالد جلال، وبيشارك هالة في البطولة الفنان الكبير أحمد خليل والفيلم من إخراج عادل أديب. وبدون أحداث الفيلم حول مشاكل مصر في الأربع سنوات الأخيرة والتغيرات اللي حصلت للشباب بسبب الأحداث. الفنانة انتصار انضمت لأبطال مسلسل وش تاني، وهتقوم بدور زبدة وهي زوجة والد الفنان كريم عبد العزيز، واللي بيقوم بدور الفنان أحمد حلاوة. وفي الأحداث هتتسبب انتصار في عدة مشاكل لكريم وهتحصل مفارقات كتيرة. وبيشارك في بطولة وش تاني الفنان حسين فهمي ومنى فضالي ومحمد لطفي، ومن تأليف وليد يوسف ومن إخراج وائل عبد الله. بدأ الفنان طلعت زكريا تصوير مسلسله الجديد عائلة حاحة، وهيكون الأسبوع ده داخل استوديو الأهرام. وأكد طلعت إن المسلسل من نوعية الماني كوم، وهو نوعية من الكوميديا الجديدة في مصر ومكون من 30 حلقة ومدة كل حلقة 10 دقايق. المسلسل من تأليف طلعت زكريا ومن إخراج رائد لبيب، ومن بطولة انتصار وميمي جمال ومامي طلعت زكريا ولطفي لبيب وعبد الله مشرف وعمر زكريا. وافق الفنان هاني شاكر على العودة للتمثيل من خلال مسلسل درامي بتكلفة إنتاجية ضخمة من تأليف أيمن سلامة، ولسه لحد دلوقتي لم يستقروا على اسم المسلسل. هاني أكد إن المسلسل بيناقش عدد من القضايا الاجتماعية اللي ظهرت في المجتمع المصري، وهيكون بعيدا تماما عن قضايا الدعارة والمخدرات، وبيرصد الواقع المصري بحيادية وموضوعية شديدة. بعد الضجة والانتقادات التي أثيرت مؤخرا ضد عدد من الفنانين بسبب ترشحهم لانتخابات البرلمان اللي جاي، ومنهم الفنانة سما المصري وتيسير فهمي وحمدي الوزير وخالد يوسف وأحمد ماهر، قرر أغلبهم الانسحاب من المجال السياسي بشكل مفاجئ، وبرروا ده بانشغالهم بأعمالهم الفنية، وأكدوا إن اللي عاوز يخدم البلد هيخدمها من أي مكان ومش ضروري من المجلس الموقر. الممثلة السورية نسرين طافش اعتذرت فجأة عن بطولة مسلسل الظاهر مع الفنان محمد فؤاد. اعتذار نسرين حصل قبل بداية التصوير بيومين، وده سبب أزمة كبيرة للعمل، وحاليا بيدوروا على بطلة تانية لإنقاذ الموقف. الفنانة حورية فرغلي اضطرت لوقف تصوير كل عملها بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة بعد تلقيها خبر وفاة جدتها. حورية طلبت أجازة لحد ما تستعيد لياقتها النفسية وتقدر تصور تاني بعد ما تخرج من أحزانها. ومن عرب وود بنقول لك البقاء لله. المطربة الكبيرة فيروز ليها موقف سياسي سبب هجوم عنيف وهو تدعيم النازية. ايه تفاصيل الموضوع وعائلة الفنانة الكبيرة ردت بإيه؟ استنوا هتعرفوا معنا كل حاجة.